بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهارده الحقيقه تبع المشين ليرنينج، وهو موضوع صغير، يعني التكنيك نفسه صغير جدا وسهل جدا في الفهم والتطبيق، وبينفع لما تكون الداتا تبقى كبيره، لما يكون الداتا اللي بتعلم بيها الموديل بتاعك اللي هو اللي عايز تتعلم بيها الموديل بتاعك تكون كبيره، حجمها كبير. السيستم بتاعنا او الموديل بتاعنا اسمه نايف بيز. نايف بيز بيز ده انا فاكر لما كنت بدرس في امريكا كان الجامعه بتوع كان الجامعه كانت جامعه كبيره، وكان من ضمن الكليات اللي فيها فنون تطبيقيه او فنون تمثيليه حاجه زي كده. فالطلبه في يوم التخرج بتوع الفنون التطبيقيه او التمثيليه دول كانوا من ضمن الاحتفالات بتاعتهم كانوا رافعين شعار نو بيزنس لايك شو بيزنس، يعني مفيش اي بيزنس زي البيزنس بتاع التمثيل والشوينج. فلما جم طلبة الدور بتاع قسم الإحصاء، خريجين قسم الإحصاء، فكتبوا شعار اسمه نو ثيرم لايك بيز ثيرم، يعني مفيش نظرية زي نظرية بيز. يعني بيز ده راجل عالم إحصائي عمل نظرية بسيطة جدا، وهي دي اللي هنستخدمها النهاردة في التكنيك بتاعنا. فنايف بيز دي الأجندة بتاعة محاضرة النهاردة، ودي متسجلة قبل كده على فكرة، هتلاقي عندك متسجلة بصوتي، فيديو بصوتي وصوت صورة يعني لكن أنا هقولها دلوقتي واسجل برضو، يبقى عندك تسجيلين للموضوع الواحد يعني، وعملناها قبل كده في الديسيشن تريز. يعني دكتور حضرتك في نص الاسبوع تقريبا حضرتك كنت بتسجل برضو حاجه، ما هي دي هي دي؟ اه تمام. وكل حاجة محطوطة في مكانها يا ريان، تمام يعني ويك واحد ويك اثنين ويك ثلاثة ويك أربعة ويك خمسة ويك ستة وهكذا. هتلاقي السلايد وهتلاقي التسجيل الفيديو بتاعي. انا شفت بتاع الديسيجن تريز كان من اسبوع 8، فكانت حاجه تانية غير اللي احنا كنا مسجلينها، قريبه منها يعني. لكن الاسبوع التاني له مباشره، اعتقد الديسيجن تري كان الاسبوع الثامن، والاسبوع التاسع اللي هو نايف بيز. انا الحاجات اللي اديتها في الاول ما اديتلهاش ارقام ويك، اللي هي زي التولز اللي استخدمناها الاناكوندا مثلا، ما اديتهاش ارقام على اساس ان هي، مع ان انا بذلت فيها مجهود وعملت فيها برضو تسجيلات، وعلى اساس ان دي تولز، على اساس ان دي تولز يعني قد كده مهمه، لكن تولز في الاخر هتستخدمها علشان لما تيجي تطبق الكلام ده يعني. تمام. فعمليا احنا العد اللي خدناه الاسابيع اللي خدناها يفوق ال 12 اسبوع يعني. ده واضح. الاول بس هو اللي ما كانش مترقب بالظبط كده. التكنيك ده كلاسيفيكيشن تكنيك. ايه هو الكلاسيفاير؟ خدناه قبل كده لما اتكلمنا على الديسيشن تريز، بتميز صنف عن صنف اخر. ومدي لك انا هنا ثلاث امثله للكلاسيفيكيشن. يعني مثلا لو انت برودكت مانجر منتج ما، وانت مدير هذا المنتج وعايز تكلاسيفاي تصنف الريفيوز بتاعت الكاستمرز، تقييم الكاستمرز للمنتج بتاعك ما بين بوزيتيف ريفيو ونيجاتيف ريفيو، دي مش موجودة. المنتج ده قد يكون أي منتج بما فيهم السياحة مثلا،
لو انت عايز تشوف النهارده معظم الناس لما يجي عايز يشوف مقصد سياحي زي الاقصر او شرم الشيخ ما بعتمدش على بيانات الحكومه او على ما تعلنه مجلس مدينه الاقصر مثلا عن هذا المقصد السياحي يعني، وانما بعتمد على الريفيوز بتاعت الكاستمر، الناس اللي زاروا الاقصر قبل كده انطباعاتهم وايه شكاويهم وبيشكروا ازاي او بيزموا ازاي. فهي دي البوزيتيف والنيجاتيف ريفيوز يعني. فانا عايز اقسم الريفيوز دي الى بوزيتيف ونيجاتيف. المثال الثاني، لو انت لون مانجر مدير ائتماني في بنك ما، الناس بيقدموا على قرض، فانت عايز تميز او تكلاسيفاي القروض ديت او طلب القروض ديت ما بين سيف او ريسكي. قرض سيف يعني الراجل هيرجع القرض بتاعه تاني، الراجل مش نصاب يعني. ريسكي لا، في خطورة ان انا ادي الريسك دوت للطالب القرض ده اوافق له على القرض بتاعه لان هو الدنيا مش امان قوي معاه. المثال الثالث والاخير، هيلث كير اناليست في مجال الصحة. لو انا عايز يعني بريدكت زي كلاسيفاي بالظبط انهي بيشنت بيعانوا مثلا من مرض السكر، يعني عنده سكر او ما عندوش، ادي القرض ولا ما ادهوش، الريفيو بوزيتيف ولا نيجاتيف، وهكذا. احنا الكلام ده يعني خدناه قبل كده او يعني متاخر، لان احنا في الديسيشن تريز كانت كلاسيفيكيشن تكنيك، واتكلمنا ايه معنى الكلاسيفيكيشن لما قلنا صورة كلب او مش كلب مثلا. مش لازم يكون بين اتنين بس، لا ممكن التصنيف يكون المنتج ده A ولا B ولا C ولا D، ممكن يكون اكتر من اتنين، مش لازم كله يكون يس ونو او ابيض واسود يعني. النيف بيز مكتوب عندك في اخر سطر is the most straightforward، زي ما نشوف دلوقتي الالجوريزم سهل جدا وبسيط جدا ومباشر مباشره، ستريت فورورد، ومش كده وبس، فاست كلاسيفيكيشن الجوريزم، وبرنامج تصنيفي سريع، وزي ما قلت في اول المحاضره which is suitable for a large chunk of data، لما يكون الداتا بتاعتك كبيره يبقى هنا التكنيك ده مناسب. يبقى اتفقنا ان النيف بيز ده هو كلاسيفيكيشن تكنيك قايم على نظريه مشهوره جدا في الاحصاء على فكره، بيز ثيرم. بس احنا انتوا عارفين اي ماشين ليرنينج الجوريزم سواء كلاسيفيكيشن او غيره محتاجه داتا اعلم بيها الموديل بتاعي. الداتا دي عبارة عن اتريبيوت كتيرة، بسميها اتريبيوت، اسميها فيتشرز، اسميها بريدكتورز. لازم بفترض يعني عشان الالجوريزم يمشي صح، بفترض ان العلاقة بين البريدكتورز وبعضها، بين الفيتشرز وبعضها اندبندنت، يعني مفيش بريدكتور قايم على بريدكتور اخر، مفيش اتريبيوت ريليتد لاتريبيوت اخر. النظرية بتاعت البيد ثيرم اهي، بي يعني probability، A احد التارجت، يعني probability بتاعت الاي دي معناها conditional probability، يعني probability بتاعت A في وجود البي، يعني البي هنا متحققة. إذا كانت البي متحققة فما هو البروبابيلتي بتاعت الايه؟ إذا كانت البي متحققة موجودة ايه البروبابيلتي بتاعت الايه؟ بتساوي البروبابيلتي بتاعت البي جيفن الايه في البروبابيلتي بتاعت البي unconditional بي ايه سوري unconditional ايه divided by البروبابيلتي بتاعت البي، وبرضه unconditional probability of بي.
يعني تقدر تقول كده ببساطه، ودي البي البي بي ديت البروبابيلتي بي الناحيه الثانيه، يبقى probability A given B في probability B given B بتساوي probability بتاعت B given A في probability بتاعت A، بتضرب في اللي هو موجود يعني ال B given sorry ال A given B في ال B probability بتساوي ال B probability given A في probability بتاعت A. أعتقد كده النظرية مفهومة، ممكن ترجع لأي كتاب إحصاء تشوف بعض الإكزامبلز عليه في التطبيق بتاعت البي سيرم. لو قلنا البروبابيليتي بتاعت الـ A given الـ B هي بتساوي البروبابيليتي بتاعت تحقق الاثنين مع بعض، تحقق الاثنين مع بعض probability بتاعت الـ A intersection الـ B على الـ probability بتاعت الـ B، وكذلك لو عكست الـ B probability بتاعت الـ B given الـ A بتساوي الـ intersection على الـ B of A. يبقى هنا أقدر أقولها نفس الكلام، الـ probability بتاعت الـ A intersection الـ B ممكن تكتبها كده انه موجوده في الاثنين، البروبابيلتي بتاعت الاي جيفن البي في البي بي بتساوي البي اي جيفن الاي في البروبابيلتي الاي بتساوي الانترسكشن. مش شايف هي دي نفس النظريه مكتوبه مره ثانيه. انا هاخد بس هنا الاي الاي جيفن البي، هاخد الاي انها هي التارجت بتساوي يس، وممكن بدل ما اكتب تارجت بتساوي يس اكتب يس وخلاص، مفهوم ان الايه البروبابيليتي بتاعت اليس جيفن كل الاتريبيوتس الاخرى بتساوي البروبابيليتي بتاعت الاكس جيفن اليس البروبابيليتي بتاعت ال البروبابيليتي بتاعت اليس على البروبابيليتي بتاعت الاكس. دي نظريه البيز سيرم بالضبط، هي بالضبط، بس شلت الاي كتبت بدلها تارجت بتساوي يس او يس، وشلت البي قد تكون البي اكتر من اتريبيوت كتبت الاكس، يبقى بتساوي البي بروبابيليتي بتاعت الاكس جيفن اليس بروبابيليتي بتاعت ايه اليس على البروبابيليتي اوف اكس. صح ولا غلط؟ هي بالضبط النظريه بالضبط. لو تخلي بالك يعني استبدلت الايه، استخدمت ترمينولوجي اخرى للايه حطيتها يس، واستخدمت ترمينولوجي مختلفه للبي كسميتها اكس، ما فيش فيها اي حاجه خالص مختلفه عن البيز سيرم. وكذلك النو، يبقى النو جيفن الاكس بتساوي اكس جيفن نو في البروبابيلتي اوف نو على البروبابيلتي اوف اكس. لو تلاحظ المقام هنا واحد يا جماعه، صح المقام هنا واحد، فانا لما اجي هحسب البروبابيليتي بتاعت اليس جيفن الاكس بتساوي البروبابيليتي اوف اكس جيفن الاكس جيفن اليس في البروبابيليتي بتاعت اليس، مش هحسب المقام. وكذلك هنا هيطلع لي البروبابيليتي، يعني هبحسب ايه؟ بحسب البروبابيليتي اوف البسط بتاع البروبابيليتي اوف يس جيفن الاكس والبروبابيليتي بتاعت النو جيفن الاكس. انا بعمل الكلام ده ليه؟ هقول لك حالا دلوقتي. بس لاحظ ان البروبابيليتي واحده، سوري المقام واحد، بي اوف اكس بي اوف اكس. خلاص يبقى كده فهمناها ديت ما هي الا البيه ثيرم مباشره، تطبيق مباشر ليها مع استبدال بعض الترمينولوجي الاي والبي. وهنا نفس الكلام، هي فهنا عندي البروبابيليتي بتاعت اليس جيفن الاكس والبروبابيليتي بتاعت النو جيفن الاكس لحدث ما، لو كانت اليس اكبر من يعني البروبابيليتي بتاعت اليس جيفن الاكس اكبر من البروبابيليتي بتاعت النو جيفن الاكس، فالاجابه كلها يس والعكس صحيح. مش مفهومه قوي حالا انا فاهمها، لكن انت على الاقل فاهم ديت ان دي ما هي الا البيث ثيرم بتاعت اليس او بتاعت النو مع استبدال الاي والبي يعني.
صح يا ريان؟ واضح يا دكتور، واضح يا دكتور. يعني ما فيش فيها اي حاجه انها ايه، يعني دي استبدلت سمعت. هي دي هي دي، شلت الايه كتبت بدلها يس، شلت البي جبت كتبت بدلها اكس، وشلت وهكذا، سواء دي او دي يعني. طيب انا هنا بس قبل ما اتغول في نغوص في الالجوريزم، حاجه مرت عليكم قبل كده ما اعرفش ولا لا، لكن بالنسبه لي مدى دقه اي الجوريزم، على فكره الكلام ده ينفع مع اي الجوريزم. فالاجابه ايه؟ بدي بقسمها لاربعه، اربعه سكويرز، اربعه سيكشنز، اربع مناطق. المنطقه دي اللي بنسميها تي ان، المنطقه دي بسميها تي بي، المنطقه دي بسميها اف بي، بس المنطقه دي بسميها اف ان. ايه معنى الكلام ده؟ انت اي الجوريزم عندك بتشخص بيه حاله، بتصنف بيه حاله، صح؟ كلاسيفيكيشن، تمام. تي يعني ترو، واف يعني فولز. طيب انا ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول على شخص مريض ويطلع مريض، مريض ويطلع مريض، او مش مريض ويطلع مش مريض، يعني تصنيفي صح يا جماعة. فهي دي التي بي، وعادة بنكتبها في الربع الاول، ما اعرفش ليه عملها في الربع الاخير يعني مش مهم. فهنا تي ترو تي بي يعني ايه؟ بوزيتيف يعني عنده المرض، وانا ايه حكمت صح، يبقى الاولانيه دي معناها الحكم بتاعي. تي بي معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها انا حكمت ان هو عنده وطلع فعلا عنده، يعني انا حكمي صح. وهنا العكس، حكمت ان ما عندوش وطلع ما عندوش، ترو نيجاتيف، ترو نيجاتيف، انا افترض النيجاتيف يعني معناها ما عندوش، يبقى هنا ترو وانا حكمت صح، يبقى الاولانيه دي معناها ان حكمت صح. تي خلاص كده. طب والعكس، ودي فولز بوزيتيف، فولز يعني انا حكمت غلط. اول ما تلاقي الاف هنا تعرف ان انت حكمت غلط، يعني انا قلت ما عندوش وطلع عنده. وهنا انا حكمت غلط ازاي؟ هو نيجاتيف وانا حكمت ان هو ان هو ان هو ان هو ان هو بوزيتيف. في هل في احتمال خامس يا جماعه؟ فالعمليه انا حكمت صح يا حكمت غلط. انا حكمت صح في حالتين، قلت عنده وطلع عنده، او قلت ما عندوش وطلع ما عندوش. اما اذا كنت حكمت غلط فالعكس ممكن تعكس، انا حكمت ان هو ما عندوش وطلع عنده، او حكمت قلت ان هو عنده وطلع ما عندوش. بس ده يا دكتور في حاله ان التارجت بتاعي يس اور نو. بالظبط 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 بالظبط، لكن مفهومه صح صح كده؟ تمام. التارجت بتاعي يا بوزيتيف يا نيجاتيف، يا عنده المرض يا ما عندوش المرض، يا ريسكي يا مش ريسكي، وهكذا. ممكن اطلع بقى من دول، اطلع بعض الـ القياسات لمدى دقه الالجوريزم. مثلا البريسيشن، البريسيشن هو تعرفها مدى دقه البوزيتيف نيجاتيف، البوزيتيف بريدكشن، يعني انت حكمت صح على قد ايه، حكمت صح على قد ايه. فهنا ترو بوزيتيف حكمت صح، قلت عنده وهو طلع عنده، على ترو بوزيتيف يعني ايه؟ عنده وهو عنده. فولز بوزيتيف، قلت ما عندوش وطلع عنده، يعني انت عندك مجموعه مرضى كم واحد قلت عنده وطلع عنده فعلا، على مجموعه الناس العيانين سواء قلت عليهم وحكمت صح او حكمت غلط. صح يا ريان؟ مفهومه دي؟ واضح يا دكتور. الاختيار الصح على عدد الناس البوزيتيف،
اجمالا. بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط كده. هنا الريكول اللي هي معناها التذكر، انت قلت كم واحد صح ونسيت كم واحد، يعني ايه الحاجات اللي انت بطلعتهاش. يعني مثلا دي بنفيدنا قوي يا ريان في في مثلا في الورد سيرشنج، ان انت اقول لك اديني كم طالب نجح في الامتحان، جبت لي 3 ونسيت 5 مثلا. فهنا تي ترو بوزيتيف بتساوي على ترو بوزيتيف في الفولز نيجاتيف. فولز نيجاتيف يعني ايه؟ انا قلت قيمتهم ان هم قيمتهم غلط ان هم نيجاتيف. بالظبط فولز نيجاتيف وهكذا. بينما الاي سي سي الاكيورسي هي انا حكمت صح قد ايه، سواء حكمت صح ايجابي او سلبي، لكن صح كانت الاجابه صح على كل الاحتمالات. ما ترو نيجاتيف برضو يعني صح، برضو صح ولا غلط؟ ترو نيجاتيف يعني صح، انا قلت ما عندوش وطلع ما عندوش. الام ار اللي هي المس كلاسيفيكيشن ريت، التصنيف الغلط، بقول الفولز فولز، انا حكمت غلط، حكمت غلط قد ايه على كل الاحتمالات. يبقى واضح ان دي المس كلاسيفيكيشن ريت عكس بالظبط بالكابل الاكيورسي. هنا حكمت صح قد ايه، نسبتها قد ايه، وهنا حكمت غلط نسبتها قد ايه. مش مهم ديت يعني، لكن حاجه قبل كده اعتقد، مش عارف انا مرت عليك قبل كده ولا لا، لكن من ضمن ال المقاييس وايه معناها. انا اكتشفت ان اسلم حاجه في دايز دي ان انا ادي اكزامبل، هتفاجئ ان الاكزامبل ده انت عارفه كويس قوي 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 قوي. صح ولا غلط؟ فاكرين المثال بتاع النادي الاهلي اتدرب ولا ما اتدربش، هيتدرب ولا مش هيتدرب؟ هو نفس بالظبط اللي هم 14 حاله، 14 يوم مع التدريبي، وبعدين عندي اربع فاكتورز، اربع اتريبيوت، اربع بريدكتورز بيأثروا في اتدرب ولا ما اتدربش. كانت الاوتلوك اللي هي حاله الجو شكلها ايه، والحاله الجو دي قد تكون صني مشمس او اوفر كاست غايم او ممطر ريني، والتمبريتشر يا عاليه يا متوسطه يا برد، الهيوميديتي رير الرطوبه يعني يا عاليه يا واطيه، الويندي في ريح ولا ما فيش فولز او ترو. يعني مثلا في اليوم في ميعاد التدريب الاولاني ده انا خدت قرايات، اكتشفت ان هو لما كانت بكانت صني ودرجه حراره عاليه والهيوميديتي عاليه وما فيش ريح، كانت ما تدربش. في المثال ده مثلا لما كان مكان غائم، كان غائم يعني يوم خريفي كده جميل غائم، كانت درجة الحرارة واطية والهيوميديتي كانت معقولة يعني طبيعية، وكان وفي ريح ترو، كان اتدرب وهكذا. صح يا جماعة؟ دي مرت علينا قبل كده. السؤال بتاعي بقى اللي ممكن يجي لك امتحان يعني، طيب انت جيفن دول، جيفن ده، دي الداتا سيت اللي هدرب بيها، جيفن ده انا عندي يوم كان حالته ريني وهوت ونورمال والرياح ترو، هيتدرب ولا مش هيتدرب؟ عشان كده حطيت لك كويشن مارك حواليه تحت البلاي، اعتقد كده واضحه قوي. طيب هنبتدي بقى ايه نشتغل. بصوا راح مقسم الجدول ايه، اولا طبعا الاجابه انا عايز يعني يا بلي يا نوت، يعني يا يس يا نو. في الاوتلوك ثلاث احتمالات، يا صني يا اوفر كاست يا ريني، زي ما احنا عارفين كم مره كانت يس وكم مره كانت نو، ثلاثه. يبقى البروبابيلتي بتاعت تكون صني
ويلعب 3 على 14، ما يلعبش 3 على 14. الاوفر كاست، الاوفر كاست كانت اربع حالات، الاربع حالات لعب فيهم، ويعني يعني ليست 4 على 14، بينما النو كانت زيرو. يعني في جميع الحالات لو كان الجو اوفر كاست لعب، بينما لعب كلهم يعني، يعني هنا زيرو يعني. طيب الريني نفس الكلام، 2 على 14، النو 2 على 14. ده بالنسبه الى، طبعا لو عديت عدد مرات اليس وعدد مرات النو هتلاقي دايما الاجابه كام؟ 14 حاله، 14 يوم. جمعت فيهم البيانات دي. طيب بالنسبه لدرجه الحراره، يا هوت يا مايلد يا كول، 2 4 6 يبقى 2 على 4 كانت يس، 2 على 14، 4 على 14، 3 على 14، وحاله النو 2 2 1. بالنسبه للهيوميديتي، يا هاي يا نورمال، برضو 3 و6 في حاله ال 3 في حاله الهاي، 6 في حاله النورمال، 4 في حاله النو، وواحده في حاله النورمال هيوميديتي. ما لعبش، كانت النو ما لعبش مره واحده. الاخر واحده الويندي، ترو فولز، 3 و6، 3 و2 يس ونو. الاجمالي اليس في جميع الاحتمالات 9 على 14، وهنا اجمالي انه 5 على ال 14. عرفنا الجدول ده يا جماعه؟ عرفنا الجدول ده؟ تمام يا دكتور. تمام، يعني اعتقد ما فيهوش حاجه غريبه. نرجع للبيث ثيرم، هي اوعى تتخض. البلاي بتساوي يس اللي هي ايه؟ جيفن البي بتساوي ايه؟ البروبابيلتي. احنا ايه جيفن بي بتساوي ايه؟ بروبابيلتي. بي جيفن ايه في البروبابيلتي بتاعت البي بتاعت الايه على البروبابيلتي بتاعت البي. بس هنا بقى استبدلت الايه بلاي بتساوي اس، والبي هي نفسها اللي سميناها اكس برضو، اكتر من اتريبيوت. اوتلوك بتساوي ريني، التمبريتشر بتساوي هات، الهيوميديتي بتساوي نورمال، الويندي بتساوي ترو. هي هنا بس يا دكتور البروبابيلتيز بتاعت الاكس اللي هي دي اختياره زي الاوتلوك مع الريني. اشمعنى الاوتلوك مع الريني؟ بتقول ايه اللي هو البروبابيلتي بتاعت الاكس اللي هي زي الاوتلوك ايكوال ريني، تمبريتشر ايكوال هوت. مش معنى اخد دول يعني اصلا؟ لا ده مثال تمام، على سبيل المثال اخدهم كلهم، بس على سبيل المثال. تمام، عشان حاجه معينه. لا عشان انا كتبت لك اكزامبل عشان اوضح لك الصوره يعني. طيب تمام. والنو برضو بلاي بتساوي نو اللي هي هنا ايه جيفن الاكس اللي هما دول بتساوي البروبابيلتي بتاعت الاكس جيفن جيفن الايه في البروبابيلتي بتاعت الايه. مره تانية يا ريان، المقام واحد انا بقسم على البروبابيلتي بتاعت الاكس، بقسم على البروبابيلتي بتاعت الاتريبيوت. المقام واحد ريان واحد بشيله اصلا. فشوف بقى المساله عايز تقول ايه. انت سؤالك كان ايه ريان؟ سؤالك كان ايه؟ لا بس الاحتماليه بتاعت الاكس، بس اشمعنى اخد دول، اختار دول ليه يعني؟ حاضر. الاول بس افهم دي، ولا هو السؤال تقريبا كده يا دكتور؟ واضح ان السؤال بص السؤال لعب ولا ما لعبش؟
لا واضح ان السؤال هو انه الاوت لوك تبقى ريني والتمب ايكوال هوت والهوميديتي ايكوال هاي. مظبوط مظبوط، بس لو حط اي مثال تاني كانش فيه مشكله. هو اه انا تمام. هو انا بي... اه لكن هو ايه الاجابه ايه؟ يس ولا نو؟ تمام اه فانا بعمل ايه بقى؟ بحسب في احتمالية اليس الاحتمالات اليس جيفن الحاجات اللي في السؤال، واحتمالية النو جيفن الحاجات اللي في السؤال برضه. بالظبط كده. الله، ما هو المقام واحد يا ريان، خلاص هقسمه يبقى هي نفس النسبة. فبالظبط كده. فهنجلكت مين؟ هنجلكت مين؟ المقام. المقام. عرفت بقى انا فهمت كان قصدي ايه لما اقول لك ايه من المقام؟ اه بالظبط. بالظبط. فهنا نفس الكلام، يس جيفن دوت بيساوي بي جيفن دوت في البي اوف واي يس، وتخلص من المقام. كانسل ذا دينومينيتور. طيب ده اللي هو ده بتساوي ايه؟ يعني انا عايز احسب البروبابيلتي بتاعت اليس جيفن الحاجات دي كلها، بتساوي البروبابيلتي بتاعت اليس في البروبابيلتي دي. البروبابيلتي دي هتيجي ازاي؟ البروبابيلتي بتاعت الريني جيفن الاكس مضروبه في البروبابيلتي بتاعت الهات جيفن اليس، البروبابيلتي بتاعت النورمال جيفن اليس، البروبابيلتي بتاعت الترو جيفن اليس. اقول تاني؟ ده السؤال بتاعي. دكتور، واحنا قدرنا نخليهم ضرب عشان هم مش معتمدين على بعض، صح؟ بالظبط بالظبط بالظبط. وعشان كده افترضنا في الاول زي ما شيماء بتقول اعتقد ان احنا ان احنا ان هم unrelated. ومن ثم لما اجي اقول لك البروجكت بتاعت اليس جيفن الحاجات دي كلها، يبقى الحاجات دي كلها تضرب ببعض. مفيش انترسكشن بينهما، مفيش اي علاقه بينهما. يبقى ده كان ده السؤال بتاعي. البروبابيلتي اللي انا عايز اجيبها البروبابيلتي بتاعت اليس جيفن الحاجات دي كلها، ما هي يبقى هات بقى البروبابيلتي بتاعت اليس لوحدها في البروبابيلتي بتاعت الريني مع يس، الهط مع يس، النورمال مع يس، الترو مع يس. بص هنا كده، اخر سؤال، البروبابيلتي بتاعت البلاي تساوي يس هيلعب في وجود الحاجات دي كلها، بتساوي ايه بقى؟ اولا البروبابيلتي بتاعت اليس بس، بكامل البروبابيلتي بتاعت اليس بس، كامل البروبابيلتي بتاعت اليس بس. الإجمالي يا دكتور كانت 9 على 15 على بالظبط، 9 على 14، 9 على 14. انا عمال اقول لك عليها اهو، مش ورا بتاعتي مش باينه، 9 على 14. اه تمام. ما انا بشاور اهو. تمام. طيب البروبابيلتي بتاعت الريني جيفن يس، كان الجو ممطر ولعب، كام طلع؟ طلعت هنا كام؟ 2 على 14. طب نتاكد، نرجع للجدول. بالظبط كده، ريني يس 2 على 14 اهي اهي. خلاص، يبقى هضرب ايه بقى؟ هضرب الاوتلوك بتساوي ريني كم مره يس؟ 2. التمبريتشر هات كم مره يس؟ 2. يبقى برضه في 2 على 14. في الهيوميديتي نورمال كم مره كانت لعب يس وكانت نورمال؟ 6 على 14. البروبابيلتي بتاعت الويندي ترو وكم مره يس؟ 3 على ال 14. في 9 على 14. مفهومة يا جماعة؟ في أتفه من كده؟ واضح يا دكتور. في سؤال يا دكتور، حضرتك بتدينا الجداول دي ولا جاست الهيدر بتاع السؤال؟ بدي لك دي بس. تمام. بدي لك دي مستنتجة من دي. تمام. اللي على اليمين مستنتج من على الشمال. طيب. تمام. طب حالة النو، في حالة النو يا ريان اضرب كام في كام؟ اول حاجة اللي هو الاجمالي بتاعها اللي هي 5 على 14. برافو عليك. وبعد كده الريني اللي هتبقى برضه 2 على 14. 2 على 14
والهوت اللي وبعدين هتبقى برضو الهوب 2 على 14. برافو عليك. الكول بس لا مش الكول، النورمال، النورمال النورمال اللي هتبقى 1 على 14. بالظبط. واخر حاجه اللي هي ترو الويند اللي هتبقى 3 على 14. 3 على 14 في حاله النو. اهو اهو انا ما كملتهاش، من فضلك كملها انت، دي ما كملتش من فضلك كملها انت. خلاص دي ناقصه شويه. دي طلعت كام يا رجاله؟ بوينت 0012، ودي طلعت مش عارف كام كده كذا كذا كذا. مين فيهم اكبر؟ مين فيهم اكبر؟ الاكبر يطلع ايه؟ لو طلع الليس اكبر يبقى اقول اه هيلعب، طلع نو اكبر يبقى اقول مش هيلعب. مفهوم يا جماعه؟ هو ده الالجوريزم بس مفيش اكتر من كده. ايوه الساده مفهوم؟ متهيألي مفهوم. تمام يا دكتور. تمام. طيب حته لابلاس كوركشن دي سهله جدا وادفع من الهيافه. بيقول لك ايه؟ بص كده في الاوفركاست مثلا، مثلا عشان مريم يقول لي اشمعنى الاوفركاست. الاوفركاست مثلا في المثال كان عدد مرات النو كام؟ زيرو. يبقى لما تيجي تضربي كاست مع نو، لما اجي احسب النو هيطلع كام؟ زيرو. هيفضل زيرو على طول، يطلع زيرو ضرب كذا كذا كذا. طب انا مش عايز يطلع زيرو برضه، مش عايز يطلع زيرو. فقال لك خديها قيمه صغيره قوي، خصوصا ان انت عندك مثلا 10000 ريكورد، 20000 ريكورد، خديها مثلا واحد، خديها اثنين. بدل ما تقولي ان هو ما لعبش، لعب زيرو مره، لا قولي لعب مره من 10000. فاهم قصدي؟ تمام. اللي هو ادي يا ستي حته ال سوري حته اللابلاس كوركشن، الاوفر كاست ان هو بتساوي زيرو، لا بدل ما تضربي في زيرو اضربي في قيمه صغيره، يعني increase the count of variable with zero to a small sorry to a small value usually one in the numerator في البسط. طيب دي خلاص، دي يعني اهيف من الهيافه زي ما قلت يعني. دي تلخيص للي حصل. دي ده هو الجدول اللي كان على الجدول اللي كان على اليمين ده. ورجع كتبه، انت تكتبه في الامتحان بطريقه اوضح من كده اهو. الصاني كم مره يس وكم مره نو، الاوفر كاست كم مره يس وكم مره نو، الريني كم مره يس كم مره نو، ان سو اون. وفي اجمالي يس واجمالي النو، ما فيش فيها حاجه يعني. السلايد دي جديده. انا عدت بس عشان علشان ما كنتش حسبت هنا، ما كنتش كملت الحساب هنا يا جماعه، صح؟ ما كناش كملنا الحساب هنا عشان انا السلايد دي نايلها انا زي ما هي، فما عرفتش انقلها كويس. لكن اهي ادي في حاله اليس، في الحاله دي ان هو الجو ريني هوت نورمال الويندي ترو، يبقى 9 على 14 2 على معذرة يا دكتور. هو ايه المشكلة ان انا اخلي الناتج يطلع زيرو؟ ليه حطيت كده؟ ولا حاجة، بس هو عشان يعني عايز احتمال تكون عندك مثلا حالات في الفاكتورز الاخرى، في الاتريبيوتس الاخرى احتمالات مثلا انه عالية قوي، فلما تضربي في زيرو هيطلع زيرو وخلاص، بينما لو واحد هيطلع رقم يعبر عن الاتريبيوتس الاخرى. فهمت قصدي؟ يعني نسبيا يا دكتور. اه فهمت. بدل ما تعملها زيرو، مجايز الفاكتورز الاخرى قويه جدا 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 جدا، انت بتقولي ايه الحته دي واقعه عندي، لكن بقيت يعني تيجي مثلا تعمل لي برزنتيشن مثلا وفي ثلاث محكمين واقفين قدامك بيحكموكي، فالمحتوى
طريقة العرض، الطالب نفسه فاهم الموضوع ولا مش فاهمه، اللي هي المناقشة يعني. لو أنا قلت مثلا إن طريقة العرض وحشة قوي زيرو، ما جايز الطالب فاهم كويس قوي 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 قوي، وجايز المناقشة كان طالب، وجايز المحتوى كويس قوي مثلا. لو انت خدتي دكها زيرو، يبقى ظلمت الطالب ولا ما ظلمتهوش؟ يا دكتور فهمت خلاص، ما ظلمت. حكمت عليه بزيرو، حكمت عليه بزيرو يعني. لا مش كده، مش للدرجه ديت، حكمت عليه بزيرو. لا خديها رقم صغير قوي علشان تخلي الحكم بتاعك اكثر عدلا يعني. هنا يا جماعه الفرق هنا هو نفس الكلام، بس هو هنا قسم على مرات اليز، بس 2 على 9 بدل 2 على 14. فانت هتميلي الى انهي اكتر، تقسمي على اليس فقط ولا تقسمي على عدد المرات الكليه؟ خلينا في نقسم على عدد المرات الكليه، انا بس حبيت اكتبها على اساس ان انت عندك الاحتمال ده والاحتمال ده. وهنا بقى بقول لك بقى البروبابيلتي بتاعت الحاجه اللي انت عايز تعمليها جيفن اليس كانت اكبر من البروبابيلتي بتاعت الحاجه اللي انت عايز تسيبيها جيفن النو. لا يبقى هنا الليس ليس تغلب يعني. اخر حته في الالجوريزم، لو انا خلي بالك في الحالة المفروض ان احنا نمشي على الاجمالي الحالات، مش هنمشي على اجمالي الحالات. اجمالي الحالات، لو انا عندي الحاله بتاعتي يا ريان، لو تلاحظ كل الفاكتورز، كل الاتريبيوتس، كل البريدكتورز بتاعتي كلها كلاسيفايد، كلاسيفيكيشن، ديسكريت، يس نو، ابيض اسود، ريني، اوفركاست، فاهم قصدي؟ التمبريتشر يا عاليه يا واطيه، مظبوط. لو انا عندي بقى ارقام، عندي ارقام التمبريتشر بتديني 13 درجه، يا عم لا انا عايز يا عاليه واطي يا متوسط مثلا، هتصرف ازاي يا ريان؟ ممكن اعملها رينجات يا دكتور؟ انا بقول يتوقف على حسب الارقام اللي عندك مسحوبه في انهي ديستريبيوشن. لو كانت مثلا على سبيل المثال ومش هيجبلك في الامتحان الا كده، يعني الاكس هنا كاتيجوريكال، لا انا عندي برضو في حلقه بعض الفاريبلز بتبقى ارقام. بص بقى لو كانت مسحوبه من النورمال ديستريبيوشن على اساس ان كل الظواهر الطبيعيه البشريه كلها نورمال، اللي هي عارفين البيل شيب، عارفين الجرس، عارفين شكل الجرس. قلنا ليه نورمال ديستريبيوشن؟ الالجوريزم دوت بمواظب الحاجات البشريه، لانها يعني لما تيجي تقولي ترسمي كيرف الطوال مع البشر الطول، هتلاقي عامل لك شكل جرس كده، عامل لك شكل جرس مقلوب كده. ليه؟ ان عدد الناس المتوسطي الطول الاغلبيه العظمى، الناس الاقزام الصغيرين قوي قليلين قوي قوي قوي، والناس الطوال قوي 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 قليلين قوي قوي، صح ولا غلط؟ لازم يطلع لك شكل كيرف كده، نسميه دايما احنا بنسميه نورمال كيرف، البيل شيب كيرف او النورمال كيرف، ان هو ده التقسيمه الطبيعيه. لما تيجي تقولي تقيسي درجه ذكاء الناس، هتلاقي معظم الناس واقعه في حاله الجد، الناس اللي عبقره قوي واخدين الجانب اليمين مثلا ده قليل قوي، والناس الاغبياء قوي قليل قوي، فبرضه شكل جرس وهكذا. طيب فهنا الديستريبيوشن بتاعي هاخده ان هو نورمال، وعندي حاجه اسمها البروبابيلتي دينستي فانكشن اللي هي الاف اوف اكس بتساوي 1 على جذر 2 باي سيجما اللي هي ستاندرد ديفيجن في اي اس ناقص اكس ناقص ام على 2 سيجما سكوير، يبقى هتحول الرقم اللي عندك الى probability.
تعالى بصوا، مش على فكره النورمال ديستريبيوشن هو الجاوز ديستريبيوشن، مش هتبان الا بالاكزامبلز يعني. الام هي الافريج، والسيجما هي الستاندرد ديفيجن، وادي البروبابيلتي دينستي فانكشن بتحسب كده. برضو تعال ناخد مثال رقمي عشان يبقى ايه الاوتلوك سان دي كاتيجوريكال، دي فئه كاتيجوري مفيش مشكله. الويندي ترو يا فولس مفيش مشكله فيها، المشكله في دول التمبريتشر 66 والهيوميديتي 99. يعني ايه؟ انا مش فاهم اعملها ازاي دي، اعملها ازاي؟ انا كنت بقسم على لو كانت كاتيجوريكال كنت بقسمها على عدد المرات وخلاص يعني، مش فاهم. تعال بص بقى اهو، هيحولها هو الى كاتيجوري اهو. الصني الريني اوفر كاست يس ونو، دي عاديه خالص. الويندي يس ونو، وادي اليس وادي النو في حالتها، في حاله الترو وحاله الفولز اهو. لحد هنا يبقى العمود ده اللي هو الاوت لوك ده، الفيتشر دي والويندي دي عاديه خالص. طيب التمبريتشر بقى، اليس هنا واكتب درجات الحراره في حاله اليس، ودرجات الحراره في حاله النو، والهيوميديتي اكتب درجات الحراره الهيوميديتي في حاله اليس، بقيس درجه الرطوبه في حاله اليس وبقيس درجه الرطوبه في حاله النو. طيب لحد كده انا ماشي، انا يا دوبك رصيت الجدول. طيب في حاله التمبريتشر بدل ما اكتب دول، خد المتوسط بتاعها اهو، اقسم دي 64 زائد 68 زائد 69 زائد 70 زائد 72 على كام؟ 1 2 3 4 5 على 5. وفي حاله النو اجم اخد الافريج 65 زائد 71 زائد 72 زائد 80 زائد 85 واقسمهم على عددهم. الستاندرد ديفيجن ازاي، كيف احسبه؟ احسبه من دول اهي معادلته اهي. يبقى دي الافريج، دي الستاندرد ديفيجن، بحسبه ازاي يا عم الحاج؟ اهو 1 على ان ناقص 1، ان اللي هي دي 1 2 3 4 5. اقسمه على ان ناقص 1 في السمشن بتاعت الاكس، كل قيمه من دول ناقص الافريج، يعني 64 ناقص 68 و 6 من 10 68 ناقص 68 من 10 واجمع الفروق ديت كلها، اداني ستاندرد ديفيجن. اعوض المعادله بتاعت الايه؟ اعوض في المعادله بتاعت الاف اوف اكس. طب المعادله النهائيه بتاعتي كام؟ اهي انا عايز اليس في حاله، في الحالات دي جيفن ده. طيب يبقى الصني جيفن يس، ادي واحد دي موجوده مباشره، الصني جيفن يس اهو اتنين. وبعدين تمبريتشر جيفن 66، التمبريتشر يس جيفن 66، احسبها ازاي؟ عوض هنا اعمل حاجه اهو، عوضت اهو، عوض هنا، حولتها الى probability، probability density function اهو، عوضتها ازاي اهي 68 1 على 2 باي سيجما في اي اس اكس ناقص ام سكوير على 2 سيجما سكوير. كل الحاجات دي الام في حاله اليس موجوده عندي، الام في حاله اليس موجوده عندي، الستاندرد ديفيجن في حاله اليس موجوده عندي، ان انا 66 كانت موجودة في حالة من ضمن الحاجات بتاعت اليس. الفكرة ده مش جدول بالكامل، ده مش جدول بالكامل خلاص. والهوميديتي بتاعت درجة حرارة 90، سوري درجة رطوبة 90 جيفن اليس، 90 جيفن اليس اضرب في كام؟ 72
والستاندرد ديفيجن بتاعتي 5.06، اعوض فيه البروبابيلتي ديس فانكشن، طلع لي ايه اهو، طلع لي القيمه دي اللي هحسبها وطلع لي القيمه دي اللي هحسبها. اهي عادها تاني مره تانيه. دي طلعت كام؟ 27 من 1000. ودي طلعت 72 من 1000. لا سوري سوري، في حاله اليس ما حسبهاش للاخر. ونفس الكلام دوت، نفس الكلام دوت، بس عوض فيه مين بقى؟ هنا الافرج، الافرج بتاعت حاله النو، والستاندرد ديفيجن بتاعت الستاندرد ديفيجن حاله النو جاب لي كده، ادي بقى حاله طلعت 0.00015. وشوف حاله ال، وشوف حاله ال الليس بكام، ونفس الكلام برضو اذا كانت اكبر او اصغر. دكتور، هل كان من المفترض ان هو يكمل ال 14 حاله عشان يجيب متوسط ولا طبعا 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 المفروض يعني؟ طبعا تمام. في الويند يا دكتور انا شايف حاجه اسمها فولس ترو الويندي، اللي هي يعني في حراره، في ريح ولا ما فيش؟ ما دي طلعوا، ما طلع المثال كله كده يا ريان. بص اهو المثال من الاول خالص كان كده، الويندي فولز فولز ويس، مش كاتيجوريكال. تمام، المثال بكله كده، كبر رئيس وكبر نو. تمام حالة الفولز 6 و2 يس ونو، حالة الترو يس ونو 3 و3 ادي 6 و8 و6 14 حال، دول 14 و 14 دول المفروض كان يكمل دول، لان انا شايف ان دول اقل من 14. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 يبقى هي دول كام؟ 10. مش مظبوط. فهنا درجه الحراره بتاعتك حولها الى probability density function في حاله اليس، وحولها الى probability density function في حاله النو. ازاي؟ هتاخد الافرج بتاع اليس، هتاخد الافرج بتاع النو. في افرج لليس، في افرج للنو، في الستاندرد ديفيجن في حاله اليس، وفي ستاندرد ديفيجن في حاله النو. عوض في نفس المعادله اللي هي بتاعت النورمال ديستريبيوشن او الجاوس ديستريبيوشن، اطلع لي البروبابيلتي ديستريبيوشن، اطلعها لي كسر بروبابيلتي زيها زي 2 على 14 او كده. صح يا جماعه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ولا عيد تاني؟ تمام يا دكتور، تاني واضحه. عشان كده هنا بص كاتب لك اف كلن تمبريتشر يس 66. يعني ايه؟ يعني ايه يا ريان دي؟ يعني ان انا هجيب الياس بتاعها في حاله ان هي كانت 66، فهعوض في المعادله اجيب الميل بتاعها. هي 66، هي 66 في حاله ياس وفي حاله النو، صح كده؟ 66 دول عوض في البروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن اللي هي اللي فيها الام والسيجما. انا ام وسيجما بتوع الياس بتوع دول اهي، وهي نفس الكلام هو فين هي؟ هو في النو لما يكون بحسب النو بالظبط، في حاله النو، في حاله النو، في حاله النو، سواء بالجدول ده او بالجدول ده، في حاله النو، في حاله النو. يبقى انا درجة الحرارة 66 بحسبها مرة في حالة اليس، وبحسبها مرة في حالة النو، في حالة النو، في حالة بضربها في لما اجي احسب، لما اجي اضرب في اليس هنا بضربها في حالة اليس، ولما اجي هنا، ولما اجي هنا في حالة النو اضربها في حالة ايه؟ في حالة النو. وبكده حسبت البروبابيلتي بتاعت اليس، وحسبت البروبابيلتي بتاعت النو انهي اكبر اخدهم وخلاص. ده اللي واضحه يا جماعه صح؟
بتهيألي واضحة مش كده؟ هي فيها لفة أكتر من الأولى طبعا، ما عشان احولها لبروبابيلتي. هو مديني ما ادانيش ما ادانيش فئه، ما ادانيش كاتيجوري، صحيح، اداني رقم. كيف احول هذا الرقم الى بروبابيلتي؟ اشوف دول مسحوبه من انهي ديستريبيوشن، اجيب معادله الديستريبيوشن البروبابيلتي دي نفس فانكشن الديستريبيوشن ده. انا بقولت لك جميع الظواهر الطبيعيه مش هجيب لك الا لو جبتها، يعني مش هجيب لك الا ايه، مش هجيب لك الا النورمال ديستريبيوشن، وهجيب لك المعادله بتاعت النورمال ديستريبيوشن وجبتها يعني كجيفن كجيفن. يبقى انت هتعوض في البروبابيلتي دينستي فانكشن بتاعت النورمال ديستريبيوشن مره الاكس ب 66 والمره الثانيه الاكس ب 66، يعني في جميع في المرتين يبقى الاكس بكام؟ في المرتين الاكس بكام؟ 66. مين اللي هيفرق؟ الميديوم والسيجما، والسيجما الافرج والسيجما، دول هيفرقوا مره في حاله الياس وفي حاله الدون. عشان كده لو تخلي بالك ان انا هنا في حاله التمبريتشر عندي افرج للياس وعندي افرج لمين؟ للنوم. عندي سيجما للياس وسيجما للنوم. طيب اظن واضحه جدا يعني. اخر جزء، فعلا اخر جزء اللي هو عندي، انتوا عارفين ان عندي لايبرري مهمه جدا جدا مكتوبه بالبايثون وبستخدمها تقريبا في الماشين ليرنينج كلها، اسمها ايه؟ سايكت لاير. اول مره تسمع عنها؟ مستحيل. لا انا في المره الالجوريزم بتاعتي موجوده في سايكت لاير. فانا عايز اوريك ازاي تكتب الكلام ده بالبايثون بسرعه جدا. هي خطوات على فكره، ومش ولاي كلاسيفاير، ولاي كلاسيفاير، لاي كلاسيفاير الديسيشن تري موجوده، والبيز والنيف بيز موجوده. يبقى الكلام ده عام. ابقى امبورت اللايبرري الرهيبه بتاعتي، اللايبرري الموديول بتاع العبقري سايكت لير البازل فيه موجود جامد قوي عشان يكتب الحقيقه. وبعدين اللي انت لازم تعرفه ان سايكت لير مش موديول بس، لكن كمان داتا سيت، يعني الداتا سيت اللي انا هشتغل عليها موجوده. بعمل اورجنايز للداتا انتو سيتس، يعني بقسمها الى جزء هعمل عليه تريننج وجزء هعمل عليه فاليديشن. وقلنا الكلام ده قبل كده. يعني بص يا ريان، لو انا عندي مثلا 100,000 حاله، حد داتا سيت بتاعتك ايه؟ فانا بقى وانت كاتب الجوريزم وبتقول ان هو كويس، بعمل ايه؟ باخد مثلا باخد منه 80% للتريننج و20% من الداتا دي باخدها لمين؟ للتيست، قبل ما هطلعه بقى للكوميرشال واقول ان هو يشتغل. ممكن اخد 80 للتريننج 20 للفاليديشن او التيست، ممكن اخد 60 و40 وهكذا. وادي الموصوف بكلمه ايه؟ السيت. وبعدين ببني الموديل بتاعي، هتشوف ازاي. وبعدين بقى ايفالويت الموديل، بشوف الاكيورسي. وهو ده السبب ان انا شرحت الاكيورسي في الاول خالص. اول خطوه امبورت السايكت لير. الداتا سيت بتاعتي هي سرطان الثدي عند البشر، مش عايز اقول سيدات، يعني سرطان البريست كانسر تيوبرز. تيوبر يعني ورم، البريست يعني صدر، كانسر يعني والعياذ بالله. الورم نوعين، ورم مالجننت وبنجن حميد وخبيث. الداتا سيت بتاعتي اللي موجوده دي داتا سيت يعني حاله طبيعيه حقيقيه، يعني فيها 569 حاله، 569 سيده، 569 عندهم ورم. وانا خدت الاتريبيوت بتاعت الورم ده، كم فاكتور بيأثر في الورم عشان احكم عليه؟ 30 اتريبيوت. زي نص القطر بتاع الورم، الكلام ده حقيقي بقى، والتكستشر والسموثنس بتاعت الورم
والمساحه اللي بيغطيها الورم ده مجرد بس ايه 1 2 3 1 2 3 4 ادينا بس اربع اتريبيوتس علشان احكم على الورم معلومات عن الورم. لكن هو في الداتا دي بيكونسيدر 30 اتريبيوتس. اجيب الداتا بعد ما عملت امبورت للسايكت ليرن بتكتب كده اس كي لير اقول له سايكت ليرن دوت داتا سيت امبورت لود بريست كانسر هيجيب لي الداتا سيت دي داتا سيت ببلاش وزي الفل 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 داتا سيت ببلاش طبعا الكلام لازم اكون كتبت الخطوه قبل بعد الخطوه دي كلمه ايه واخد بالك يا شيماء اقول له امبورت سايكت لير امبورت سايكت لير بعمل ايه بعمل ايه بستدعي هذه الفانكشن هذا الموديول اللي اسمه ايه سايكت لير سايكت لير امبورت خلاص بعد كده اقدر استعملها بقى بقول له بقى سايكت لير اللي انا عملت لها هنا امبورت دوت داتا سيت امبورت كذا امبورت الداتا الداتا دي احملها في ماتريكس في ماتريكس طول وعرض يعني صفوف واعمده انا كده حملت الموديول اللي بيجيب لي الداتا بقول له لود بريست كانسر قوسين يعني دي فانكشن اللي انا عملت لها امبورت استدعيتها بنفذها بقى واحطها في الري اسمه ايه داتا ده ممكن يكون اي اسم يا منى اي اسم الداتا دي اي اسم الداتا دي عباره عن ايه ماتريكس صف وعمود اول صف هو عباره عن ليبل نيمز يعني اسماء الاعمده بما فيهم التارجت نفسه ماشي العمود بتاع التارجت اللي هو يس يا نو اللي هو عندها او ما عندهاش بسميه تارجت انا هسميه تارجت اندرسكور نيمز ولا وبقيه الاعمده اسميها فيتشر اندرسكور نيمز اهو دي ده البايثون كود اللي بقول له داتا انا مين الداتا الداتا اللي هي دي الداتا اللي هي دي الماتريكس بتاعتي بقول له الداتا دي هات منها العمود ده اللي هو تارجت اندرسكور نيمز وحطه فين حطه في فاريبل عندي يعني ده اسم عمود في الجدول لكن ده اسم فاريبل عندي ليبل اندرسكور اه محطوط في ديكشنري يا حبيبي خلاص يبقى ده مجرد بس اسم 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 العمود تمام بينما ده الداتا نفسها بقى الداتا بتاعه التارجت هنا هتلاقيها لو كتبت دي هتلاقيها 1001001001111 كده يعني حطيتها في الليبلز يبقى عندي ليبل نيمز في اسم العمود اللي فيه التارجت اللي فيه الهدف اللي فيه النتيجه وهنا الليبلز الداتا نفسها وكذلك الفيتشر نيمز بجيب اسماء الفيتشرز اللي هم عندي هتلاقي كلمه ريديوس وهتلاقي مش عارف ايه طب الداتا بتاعتهم فين الداتا بتاعتهم هي موجوده في اقدر اجيبها من كلمه داتا هنا طبعا الكلام ده مفهوم اللي رجع للمحاضرات بتاعه التولز الاولانيه خلاص يبقى عندي عمود اسمه ليبلز وعندي عمده اسمها فيتشرز اللي فيهم الداتا هنا بيجرب انت مش عايز دول الليبل نيمز ده مين هم هتلاقي مالجننت وبنجن اللي هي حميد او غير حميد مش مهم وهنا ليبلز اوف زيرو يعني الليبلز ده كان ايه اسم مش اسم الداتا نفسها بس داتا اول انتري في الداتا اول انتري في الداتا زيرو دي لحد كام يا ريان تعرف 0 1 2 3 4 5 6 لحد كام
الاندكس على حسب عدد اللي موجود في الاري في الليست بتاعتي. اللي هي كام؟ على حسب عدد حسب عدد الريكوردز اللي بقت موجود. اللي هي كام؟ انا بشاور عليها ايه؟ 569. 569 صح كده، برافو عليك. انا بس عشان اتاكد ان انتوا فاهمين ومش هي الفكره كلها يا دكتور، ان هو بيرجع ديكشنري بعد كده هو بيملى من كل كانه كل كولوم. هي ماتريكس يا ريان مش ديكشنري، هي ماتريكس. بص بقى هنا تمام، بص النتيجه طلعت ايه؟ زيرو. زيرو يبقى هو ان حاله السيده الاولى حالتها مالجنت كانسر، ودي تانية بنجنت بنجن كانسر اللي هي لقالت واحد، بما انها زيرو فهي مالجنت كانسر. كل ده كلام بسيط اهو. هنا راح جايب لي الفيتشرز نيم اوف زيرو، برضو حاله السيده الاولى، بس بقى ايه كل الفيتشرز دي. السيده الاولى ده 30 فيتشرز اللي عندي، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 و14 يبقى هم 30 حاله. دي ارقام يا منى، دي ارقام. 1 بوينت كذا 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 10 اس 1 او وهكذا 10 اس ناقص 1. دي الارقام بتاعتي. اول حاله كان ايه اللي هي اول حاله اللي هي كانت المتوسط نص القطر بتاع الورم. لسيدة عندها مالجنت وعلشان البنات ما يتضايقوش على فكره بعض الرجاله البريست كانسر ممكن يصيب رجاله زي الستات بالظبط بالظبط، بس نسبه الستات كتير قوي عن الرجاله عشان الستات ما يزعلوش يعني. ادي المثال لاول سيده. باورجنايز الداتا انتو سيتس، عندي فانكشن موجوده في السايكت لير تحت سب مودول اسمه مودول موديل اندر سكور سيلكشن، بامبورت منه فانكشن اسمها ايه ترين تيست سبليت. ترين تيست سبليت، ترين تيست سبليت. سبليت يعني بيقسم، هقسم الداتا بتاعتي اللي هي اورجنايز بقى جزء تريننج وجزء تيستينج. بص هنا بتكتبها كده ترين اندر سكور تيست اندر سكور سبليت، بديله الجزء الداتا اللي فيه الداتا بتاعت ال 569 سيده في، وكل سيده ليها 30 قرايه، بديها القرايات وبديها الحاله بتاعتها 0 1 0 1 كده على حسب. بقول له بقى التست سايز بتاعي 40، يعني قسمها ل 60 40، قسمها ل 60 40 60 40 60. طب هيتحطهم فين؟ احطهم بصوا بقى، بص هنا البدايه ترين، يبقى 60% من الداتا حطها كتريننج 60 و40 في التست. وبالنسبه للليبلز اللي هي 1 0 0 1 0 0 0 لو وهكذا، دي حطها لي برده في الترين، بس ترين ليبلز، وهنا تيست ليبلز. دي المسميات بتاعتي انا، سميها زي ما تسميها. ناس كتير بيسموها ايه اكس ترين مثلا، اكس تيست وهكذا. خلاص يبقى الداتا بتاعتي سبتها. معلش اتفضل. هو الفيتشرز كمان هيقسمها صح؟ مش كنت المفروض اقسمها؟ بص هي الفيتشرز بتتقسم طبعا، ما هي الداتا بتاعتي. بص وانا لما ادي الموديل بتاعي يا شيماء مش بديها لما ادي الداتا بتاعتي مش بدي 60 40 للداتا والليبلز. لازم ادي الداتا كلها بما فيهم النتيجه، بما فيهم. ما انا هتبرر على ايه؟ مش دي سوبرفايزد ليرنينج؟ لازم تديني الاوتبوت. يبقى فبيديني ال 30 اتريبيوت وبيديني الليبلز يا واحد يا زيرو، يا مالجننت يا بنجن. بيداني بدي ايه؟ ال 60 ريكورد الداتا كلهم مع الليبل بتاعهم.
وبعدين 40% للتستنج. خلاص اتحطت هنا واتحطت هنا. تمام. وبعدين ببني الموديل. ابني ازاي؟ بسيط جدا. انا من السايكت ليرن دوت بدل ما اكتب ديسيجن تري بكتب نايف بيز امبورت جاوسيان ان بي. يبقى هنا ايه اللي بص النايف بيز كذا موديول كذا موديول على حسب الديستريبيوشن بتاعك الداتا اللي انت واخد منها. فهنا انا بالنسبه لي اخترت ايه الجاوس الجاوسيان اللي هي النورمال ديستريبيوشن يعني عرفنا دي. يبقى هنا السايكت لير دوت نايف بيز امبورت جاوسيان ان بي. خلاص يبقى انا كده ايه استوردت الموديول بتاعي ابنيه بقى اهو جاوسيان ان بي اللي انا عملتها هنا شغاله يعني وحطه في فاريبل اسمه جي ان بي. ده اسم الموديل بتاعي ده اسم الموديل بتاعي ده الموديل بتاعي بيلد الموديل او بنيته جي ان بي. الموديل ده عايز ادربه ادربه ازاي جي ان بي دوت فيت. فيت يعني ايه يعني ترين. فيت يعني ترين. بديله الداتا. الداتا عباره عن ايه يا مريم؟ الترين الترين داتا ترين والليبل بتاعهم الليبل بتاعه. بس يبقى انا كده دربت حطيت في الموديل بتاعي خلاص. يبقى الموديل ده اسم الموديل بتاعي بعد ما اتدرب. ده الموديل قبل ما يتدرب. ده الموديل كده اتدرب بتاعي عملت فيت. بعد كده ناقص لي ايه بقى؟ اتست الكلام اللي انا عملته ده اتدرب بيه كويس ولا ما اتدربش كويس. اهو هقول له بقى جي ان بي ده دوت بريدكت دوت بريدكت بين قوسين ادي له الداتا. انهي داتا؟ انهي داتا يا انا مريم؟ هنا هدي له الليبلز ولا مش هدي له؟ لا مش هدي له. عشان اعمل تيست. عشان يعمل تيست. ورحت عامل ايه في 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 ماتريكس اسمها بريدز اي اسم اي اسم اتش واي زد اهي وكتبتها طلع كذا. ده اللي انا استنتجته يا مريم. ده اللي انا عملت له ده اللي انا عرفته. يا ترى الكلام ده صح ولا غلط؟ اقارنه بقى بالليبلز اللي عندي. برافو عليك. اهي اولا استدعي الاكيورسي من حاجه اسمها ميتريكس وبعدين ادي له بقى اللي انا استنتجته والكلام الحقيقي اللي هو البريدج سوري التست ليبلز والبريدج اللي هم اللي هو عمله والداتا الحقيقيه طلعت تقريبا 95% و17% اكيورسي. سيداتي لو انتوا خدتوا الكلام ده بالظبط ودخلتوه في البايثون. انا كتبته كده علشان اقول لك خده بالظبط زي ما هو كده هتلاقي الكلام ده طلع وتنفذ من غير ما تعمل اي تحوير او اي حاجه. طبعا انا استخدمت البنداس استخدمت النمباي وبالتاكيد استدعينا السايكت لير. اشكركم جدا واشوفكم على خير. محاضرة النهارده ما كانتش طويله. شكرا جزيلا يا دكتور. العفو.